السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفلوغ ديال طنجي. واحد 24 ماشي 24 واحد يومين مشينا لطنجي باش نرتاحوا، وبغينا او ميم طون نجربوا البراق اول مره غادي نركب فيه. هنا البنات كما كتشوفوا معايا تحطوا هنا لي باجاج ديالكم. بالنسبه للناس اللي باقي ما ركبوش فيه، انا اول مره عجبني، نقي غزال، زوين زعما عجبني. وكتوصلي في ظرف ديال جوج ديال السوايع من كازا طنجي، جوج ديال السوايع، يعني شي حاجه اللي زوينه اللي عجبتني وكنفتخر بها حيت عندنا في المغرب. هذه كانت الدرجه الاولى، كدير 630 درهم الي غوتور، يعني تمشي وتجيب 630 درهم، يعني زوينه. هادشي اللي غنقول لكم. لاكارت هي غزاله غزاله، داكشي عرفتي ما نقول لكمش. واحد الجو بعدا كان زوين، كانت الشميشه، كان واحد الصهد، ما هو داك الصهد ما هو داك البرد، عرفتي زوين زوين، واحد الجو زوين وعجبتني الصراحه. وكنقدم تحيه من هذا المنبر الناس ديال طنجه، اهل طنجه اللي رحبوا بيا. شام وحده صيفطت لي في الانستغرام فيسبوك رحبوا بيا، ترحب بكم الجنه ان شاء الله. كانت زياره خفيفه، مره اخرى ان شاء الله تكون شي اون سيمين ولا شي حاجه ان شاء الله، ونحاول نتلاقى بالمتتبعات ديالي ان شاء الله ديال طنجي. شكرا لكم بزاف. دونك كيما شفتوا معايا البنات، لاكار قلت لكم غزاله غزاله، عجبتني بحال ديال كازا وبحال ديال الرباط، يعني شي حاجه اللي كتحمر الوجه. وانا زعما كنفتخر ملي كتكون عندنا شي حاجه بحال هكذا كتفتخري بها في المغرب. يعني مشينا في ظرف جوج سوايع، يعني من هنا للرباط كتلقاي راسك في 40 دقيقه، قنيطره ساعه وقسمين، يعني شي حاجه اللي زوينه البنات. يعني هادشي اللي بغيت نشاطر معاكم، يعني كنفتخروا بهادشي. الحمد لله المغرب كيتقدم، خصها شويه بعض العقول اللي تاهي تقدم في العقل ديالها. هادشي اللي كاين البنات. دونك غادي تدوزوا معايا ان شاء الله كيفاش دوزت النهار ديالي، يومين ديالي في طنجه. دونك مرحبا بكم هنا. بالنسبه لهنايا في الباب ديال اوتيل، شوف داري لهم لي بيسيكليت، اوتيل ايبيس اللي عجبني في حقيقه الديزاين ديالو، لا ريسبسيون، داكشي غزال. ولي شومبر صراحه ماشي 100%، فيكو حنا غادي نمشيو غير غنعسو فيها يعني ليله وحده، يعني ما بغيناش نمشيو شي اوتيل اللي غالي ولا شي حاجه، يعني ضايع الفلوس. المهم لا ريسبسيون داكشي غيانا دير، داكشي زويون، دايرين صالون هنا مغربي زعما مغربي، وداكشي مهم زوين. لا شومبر في حقيقه ما عجبتنيش 100% كما كتعرفوا، انا كنقول لكم الصراحه ولكن ماشي مشكل، كما قلت لكم حنا مشينا غير حطينا راسنا فيها ونعسنا وفقنا، ولا غدا في الصباح مشينا بحالتنا. هادشي اللي كاين. هنا البنات مشينا للمول اللي اونفاس مع لاكار، اونفاس مع جوست اونفاس، زوين في حقيقه عجبني، حتى هو نقي. كان في الاول خاوي لانهم هما كيحلوه حتى ل 11 والناس ما كيجيوش حتى العشيه، يعني في الاول يعني كان خاوي، ومن بعد عاد بدا كيعمر، اللي عجبني حتى هو بزاف. وكان فيه القاعه ديال السينما اللي كنا تفرجنا في العشيه، مشينا تفرجنا في واحد الفيلم انا وشاهد، دخلنا فيلم والولاد والرجاله مشاو دخلوا فيلم، شافوا فيلم، كتعرفوا داكشي ماشي لو ميم جو. صافي هنايا البنات بغيت نشاطر معكم واحد البلاصه اللي حمقاتني حمقاتني، زعما اللي دارها مولاها اللي دارها هي هادي. استمد من واحد الديزاين زعما داكشي ديال هولندا، وكنت فيها لي غيو ديال هولندا. دابا شي واحد يكون كان ساكن في هولندا وجا دار هنايا هكا في طنجي في المول، يعني بحال قلتو بتيت فيل هكا بلي كافي بهذا، يعني واحد الغزال، يعني ملي كتدخلوا لا ما تقولوش نتوما راه في المول، تقولوا بانكم في هذيك سميتو. يعني حمقاتني وبغيت نشاركها معكم، داكشي غزال. شوفوا هنا لي فونيتر، وشوفوا هنايا دايرين لي كافي ودايرين زعما داكشي، عرفتي حمقاتني حمقاتني. راه قلت لكم اختكم سناء ما لعباش في صغرها ما لعباش في صغرها، داكشي كيحمق غزال، نتوما غادي يعجبكم، انا متاكده من ذلك، غادي يعجبكم ان شاء الله باذن الله. Thank you.
هنا البنات مشينا للبحر، ضربنا واحد الدويره لاكوت هي غزاله تا هو عاود صوح. حتى انا شحال هادي ما مشيت لطنجي، كان الجو زويون، عاتي واحد السخونيه ما نقولكمش، واحد الدفء زويون، ما هو بارد ما هو سخون. هنا البنات بغيت نشارك معكم واحد الغيستورون تعشينا فيه، اللي ماشي نقول لكم الماكله ديالو غزاله والديزاين داكشي غزال، وحاولت نصور دخلت وصورت لكم داكشي، يعني داكشي كيحمق كيحمق، والماكله الجديده الجديده. وبالنسبه لي بري لي بري زعما متوسطين بحال الشكل ديال لويجي، يعني متوسطين، ما هما غاليين ما هما رخاص، يعني متوسطين وصافي. هادشي اللي كاين كما شفتوا معايا هنا الديزاين ديالو، يعني شنقول لكم غزال غزال غزال، حتى الماكله ديالو كتحمق. واحد لاصالات خديت، شنقول لكم انا غادي نشاطر معكم كل شيء، دونك غادي نخليكم مع صور. وكان هذا هو الاسم ديال الغيستورون اللي كنا فيه، هذا هو الاسم ديالو. المهم الناس اللي ما تعرفوش اللي مشاو طنجي ضروري يمشي يشوفوا لانه غزال، والناس ديال طنجي راه غادي يعرفوه، غادي اكدوا لي في الكومونتير، اكدوا لي البنات الناس ديال طنجي، اكدوا لي على هذا الغيستورون. السلام عليكم البنات، صافا لاباس عليكم، كلشي على خير. المهم انا خرجت من هذا الغيستورون كما كتشوفوا، راه درت لكم السميه ديالو ملي كنت كنصور، وعجبني بزاف. المهم الناس اللي غايجيو لطنجي وداكشي فيه الغزاله، الماكله غيانه ديال الماكله كتحمق كتحمق، ولي بري بحقيقه ريزونابل مويان، زعما ماشي سميتو. المهم عجبتني، عنده الماكله وبغيت نبارطاجيها الناس اللي غادي يجيو لطنجي، مرحبا بهم هنايا في هذا المحل كما كتشوفوا. ايوا هادشي اللي كاين. المهم انا كنحاول نصور لكم الحاجه الزوينه والحاجه اللي كتعجبني والحاجه اللي غندوز لكم في لا فيديو، كما كتعرفوا ديما سناء معاها لي بون بلون. المهم البنات انا ما عرفتش شنو سميت هذا الشارع، هذا فيه ها هو كما كتشوفوا معايا، فيه القهاوي وفيه سميتو ما عرفتش سميتو اكزاكتومون، انا كنحاول نصور لكم، ما عرفتش مورا شي حاجه. المهم ان غون بولفار، ما عرفتش هادشي اللي كاين البنات. المهم ديما مع سناء لي بون بلون، خليكم معايا. صباح النور عليكم. كان هذا لو لوندومان الصباح، هذا هو الفطور، هذا هو الغيستورون باش تعرفوا شنو كاين فيه. المهم راه معروف ايبيس، يعني شي حاجه اللي زعما بازيك، الفطور ماشي شي حاجه واو، ماشي حاجه اللي بازيك. بغيت حتى هي نتقاسم معكم فيها. البنات انا قطعت لكم الكاطو باش تشوفوه من الداخل كيفاش داير، شتي جا غزال. في الحقيقه ما درتش بزاف ديال لا كريم، نتوما ديروا بزاف، انا خفت ما تبقاش ليا باش ندير من على برا، وانتوما كثروا راه شاطت ليا من هذا.
دونك البنات كانت هذه هي نهايه ديال الفيديو ديالي. نسيت ما تقاسمتش معكم الكاطو، نسيت ما قطعتوش معكم. دونك الناس اللي غيشوفوني اول مره مرحبا بهم في القناه ديالي، ما تنساوش تنخرطوا، ما تنساوش بارطاجيو، وما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني وهلا يخطيكم عليا. وكانت هذه فيديو خفيفه ظريفه على مدينه طنجه اللي كنوجه الناس اهل طنجه تحيه كبيره وشكرا لهم على لانفيتاسيون ديالهم. وهلا يخطيكم عليا اي على بروشين فيديو. السلام عليكم.